السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا الاشتراك في خالص، وهبدأ أقص عليه القدامين خالص. تمام كده، أهو هفرد القماش معايا. صاحبة الفستان دوت رفيعة، فبالتالي عادي جدا إن أنا أشتغل إيه، مش أقلب القماش معايا أو حاجة، إن أنا أجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق زي أسلوب البلوزة اللي إحنا بنشتغل فيه. لا، أنا هشتغل على طول بإيه؟ بنفس وضع القماش، لأن صاحبته رفيعة مش محتاج إيه الكلام ده كله. هاجي دلوقتي أبدأ أشتغل في الإيه؟ في الصدر معايا. بص معايا، انا رحت ايه اول حاجه عملتها؟ طلعت قيمه خياطه السوسته لبره، طلعت قيمه خياطه السوسته لبره. الحته دي اهي، دي خياطه السوسته، مش داخله معايا في المقاس خالص. تمام قوي كده، ماشي. هتبقى في نفس المقاسات بالظبط، ماشي، لكن هتبقى في تفريغه لايه؟ لمنطقه ايه؟ لبنسة الصدر، لان بنس الصدر هتبقى في الامام. هنا في بنس الظهر، في زيها بنس صدر، وفي في بنس صدر راسيه اهي، وفي بنس صدر ايه افقيه جانبيه ايه مايله. تاني، في بنس صدر راسيه اهي، وفي بنس صدر ايه افقيه مايله. تمام. هل يا ترى ان في بنسة صدر في الخلفي؟ لا، في بنسة صدر، في بنسة ايه؟ ظهر افقي راسية، لكن هي بتناظرها قدام ايه؟ بنسة الصدر الراسية. يبقى دي بنسة ظهر راسية بتناظرها قدام ايه تاني؟ بتناظرها يعني ايه؟ زيها بالظبط، بنسة صدر ايه؟ راسية برضه. وفي بنسة صدر جانبية او افقية، دي في الامام فقط لا غير. دي في الامام فقط لا غير. تمام قوي، ماشي. طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هقول لك ان انا هقصص زي ده بالظبط، قاصص زي ده بالظبط، بس مش هعمل حرده الايه الرقبه من هنا. هتقول لي ليه؟ هقول لك استنى معايا كده وانت تشوف انا ما عملتش حرده الرقبه ليه. استنى معايا وانت تشوف انا ما عملتش حرده الرقبه ايه ليه. انا هروح قاصص بالظبط على القداماني ومش هعمل فيه ايه حرده رقبه دلوقتي، ولا حرده الكتف اهي. انا بس ايه بقص على الهيكل نفسه بنفس المقاسات معايا، لان تفريغ البنس دوت ليه تاثير في القص. انهي بنس؟ المفروض اللي هي بنسه الصدر الايه الجانبيه الافقيه ديت، ليها تاثير في الايه؟ في القص، وفي تحديد الحوض من فوق، وفي تحديد ايه تاني؟ الحوض من فوق. ولذلك انا سايبها دلوقتي. تمام قوي. هو انا دلوقتي مش هعمل البنسه دي هنا. بص على فكره، انا تليت الظهر كده بس عشان نبقى ايه ماشيين مع بعض. قال الظهر اهو، تعالى معايا حط لي المسطره دي كده، اللي عارف الفيديو بتاع الطب تقريبا، فيديوهين احنا عملناهم عن الطب وخياطته وشغله وكله، هيعرف انا بعمل ايه دلوقتي. لما اجي اروح واخد بن تفريغه البنسه من هنا اهي، تعالى معايا كده اعمل لي البنسه من هنا بالظبط، ال 3 سم بتوع اهي. تعالى نبص مع بعض كده ايه اللي حصل. ها، شايف الفراغ اللي سابه هنا؟ هو الفراغ ده بتاع ايه؟ بتاع لو انا سبته فعلا كده هيديني عبعبه في الجزء ده كده، عبعبه حوالين الحوض. ففعلا اللي اتعمل دوت هو الصح كده، انا شلت العبعبه دي خالص. يبقى تفريغه البنسه من هنا ادتني حاجتين، ادتني ايه؟ حاجتين، ادتني تقسيمه الصدر العلويه، ماشي، وشالت من عليا عبعبه الحوض من هنا، او عبعبه الرقبه من هنا، او عبعبه الديكولتيه من هنا. ده كل دي كلها مسميات لحاجه واحده، بس انا بقربها لكم كلها. تمام. عشان كده انا ما عملتش حرده الرقبه ليه؟ عشان هي هتختلف لو انا عملتها قدام حضراتكم، هتوسع معايا. ليه؟ لان انا دلوقتي لما اجي اروح حاطط الخلفي على قداماني هنا، هو فين؟
خلاص شيل المسطره دي، بس انا كانت للتوضيح. ها لما اجي احط الاثنين دول على بعض ايه اللي هيحصل؟ هلاقي حاجه، هلاقي ان ده اهو انا بظبط المقاسات بتاعتي ايه على بعض، هلاقي ان ده دخل عن دوت بمقدار ايه؟ سنتي ونص او 2 سنتي. فبالتالي انا لو واخد حده الرقبه طبيعيه وحده الرقبه ايه؟ كبرت معايا لورا. مفهوم الكلام دوت؟ حده الرقبه كبرت معايا لورا لو انا حردت الرقبه مباشره، انا ما حردتهاش. ولذلك قلت لكم ايه؟ استنوا، احنا مش هنحردها دلوقتي. طب ايه النتيجه دي جت منين؟ جت من تفريغ بنسة ايه؟ الصدر. ارجو ان الكلام ده يكون مفهوم، ولو مش مفهوم عند اي حد يبعت لي في الكومنت، واصلا نمره الواتس موجوده مع حضراتكم يبعت لي عليها، تمام. ولو واللي عايز يعرف نمره الواتس برضه معروف على محطوطه على صفحه الفيس اللي هي الصفحه الرئيسيه بتاعه سان ستايل فاشون، صفحه كبيره، هتلاقي نمره الواتس محطوطه عليها، ماشي، نمره الواتس محطوطه عليها، يراسلنا. واي نقطه مبهمه في الكلام اللي احنا بنقوله دوت هنبدا نوضحها له من جديد عشان ما نضيعش ايه وقت كده. يبقى انا هنا اهوت زي ما قلت لكم دلوقتي ايه؟ هتبقى حدث الحوض معايا اهي. انا نزلت قد ايه؟ نزلت 8 سم، وهي كانت كام؟ كانت 7 سم ونص. كانت 7 سم ونص. طب هي فضلت 7 سم ونص؟ هقول لك لا، هي قلت دلوقتي. ليه؟ عشان انا الدخول بيها كده يبدا يقلل ال 7 سم ونص معايا ديت، يخليها مثلا في حدود ايه؟ 7 6 ونص كده، في نفس الحدود دي كده. يبقى انا هقص بقى دلوقتي حرده الرقبه الاماميه اهي. وخلاص كده هظبط ايه؟ الكتف معايا. لاحظ معايا حاجة تانية، هعدل برضه في حدة الرقبة الايه؟ الخلفية، بمقدار الربوع للخلف دوت اهو. هتقول لي دلوقتي طب ما انا وسعت حدة الرقبة الخلفية، هقول لك اه تمام. هيظبطها، هيظبطها ايه؟ هيظبطها ان السوستة من فوق هنا اهوت مش هتبقى ماشية على الخط ده، لا هتخش سنة، يبقى انا هتخش السنه اللي انت وسعت بيها الحوض الخلفي. يبقى في حاجات انا بعملها ديت تعوض دي، يعني السوسته مش هتمشي على الخط ده، لا هروح جاي من فوق هي داخله معايا. انا دلوقتي بعمل ايه؟ هعمل على سبيل المثال تفريغه الظهر. تفريغه الظهر ديت اللي احنا ايه؟ عاملينها قبل كده. عارفين ايه تفريغه الظهر؟ اللي هي تقسيمه الظهر نفسها، هي دي. ماشي؟ هاجي من فوق مش هطلع على الخط دوت، لا اروح طالع بنص سنتي زياده عشان هو دي السوسته السحريه هتمشي هنا بتاعته. طب النص سنتي دوت عوض ايه؟ عوض وسع حرده الرقبه الخلفيه. النقط دي كلها لما تراجعها مره واثنين وثلاثه هتفهمها. مش هتفهمها من اول مره، راجعها مره واثنين وثلاثه. تمام؟ انا كده دلوقتي طب شوف الكتف معايا، انا كنت قاصص الكتفين على بعض، الكتف رجع، رجع ليه؟ رجع بمقدار الشده اللي كانت في تفريغه البنسه. يبقى البنسه دي هي اللي ايه؟ هي اللي عدلت الامامي كله معايا، بنسه ايه؟ بنسه الصدر العلويه او بنسه الصدر الجانبيه. لان في بنسه صدر رئيسيه ديت لسه ما تعرضتهاش خالص، لان هي ما فيهاش مشكله. اهو كده. وهبدا اعدل ايه؟ الكتف معايا. تمام كده. انا هنا اهوت دي بس انا ايه؟ اديت فورت كده عشان اعرف ان الكتف هيتعدل معايا. دلوقتي خلاص انا هفرد بقى البنسه اهي معايا. عشان انا كده كده هفرغها من الامامي فقط لا غير. الخلف ما فيهوش التفريغه دي. تعالى نحط ده على ده. هتلاقي ايه؟ هتلاقي المقاسات اختلفت تماما. ليه؟ لان انا دلوقتي هي كان انا ظبطت الخلفي الامامي كله وايه؟ وانا مفرغ البنسه، وانا مفرغ البنسه، لكن تعالى انا دلوقتي ما فرغتش البنسه ورحت مرجع، هتلاقي المقاسات اختلفت. اهو اللي قدامي رجع تاني بطوله، ماشي. انا زي ما قلت لحضراتكم لما ابدا افرغ البنسه من هنا هظبط ايه الكلام ده؟ هظبط الكلام ده. تمام كده. انا هقص قصه ايه؟ اول حاجه البرنسيس بتاعتي.
طبعا انا لسه من هنا اهوت بظبط ايه، بظبط الطول بتاع الامبير معايا اهو. لازم نعرف حاجة، لازم نعرف حاجة، ان الظهر من المنتصف اهو، عشان بس انا بعدله قدام حضراتكم، ادي الظهر اهو من المنتصف، لازم يقل في الطول عن الامامي سنتي ونص لاتنين سنتي. الكلام اللي انت بتقوله ده غريب. معلش، التجربة العملية والتلبيس العملي هو اللي بيجبرك لكده، هو اللي بيجبرك لكده، ان انت ما تاخدش طول الظهر قد طول الايه الامامي في الايه في الكورساج بتاع الفستان، بتاخد طول الظهر من المنتصف فقط، عشان نفهم ازاي. لان في ناس بتقول لك ايه، انت واخد طول القداماني 45 وطول الخلفي 43 ونص او 43، طب ازاي هيقفلوا مع بعض؟ هقول لك، انا بتكلم على النص فقط لا غير. يعني انا لما اجي احرد من هنا ماشي، بروح داخل بايه؟ يعني انا دلوقتي شايف انا مطول الامامي قد ايه؟ مطول الامامي اهو من حيث لا تدري بايه؟ بسنت ونص اهو. طب من هنا لا، الاثنين طولهم واحد، نفهم مع بعض، الاثنين من هنا ايه طولهم واحد اهو، من النقطة بتاعت الجنب هنا الطول واحد، لكن باجي بالمسطرة اروح سارق الطول من هنا. يعني ايه سارق الطول من هنا؟ مطوله من القداماني ومقصره من الوراني، لكن من الجناب طول واحد. محدش بقى يجي يقول لي ازاي ان انت طولت الوراني عن القداماني، من الجناب الطول واحد، التفريغ في النص فقط لا غير. اهو هوريه لحضراتكم قدام الكاميرا بالظبط، عشان محدش في دي نقطة بتلتبس على كتير، قلتها قبل كده والناس قالوا لي ازاي، ولقيت في الكومنتات ان الاسئلة دايرة كلها ازاي اصلا يبقى الاول يبقى الضهر اقل من القداماني ويجوا يركبوا مع بعض. نبص مع بعض، ادي الطول من هنا ايه؟ الطول واحد اهو من الجناب، هي دي النقطة اللي انا هقفل عليها. طب تعالى نبص، شوف انا بحطه لك قدام الكاميرا بالظبط، من هنا الطول مسروق. يعني ايه مسروق؟ يعني واخده على مفيش، واخده على مفيش. اظن مفيش بقى توضيح اكتر من كده. خلاص هبدا اقص قصة الايه البرنسيس بتاعتي اهي. لسه ما فرغتش بنسة الصدر الايه الرئيسية، انا ماشي في نصها اهو، ماشي في نصها، هقربها لحضراتكم اهو، لسه ما فرغتهاش، سايب القيمة بتاعتها. تمام، اجي اروح عامل ايه؟ هفرغ البنسة الرئيسية اهي بتاعت ايه؟ بتاعت الظهر وبتاعت الصدر مع بعض. دي البنسة، بنسة الصدر الرئيسية اللي هي طالعة من تحت، بفرغ القيمة بتاعتها اهو. اديني ما يعني انا ماشي مع حضراتكم سنة سنة وبالراحة. ده كله انا بقص ايه البطانة عشان نبقى ايه واضحين مع بعض. واجي بقى دلوقتي انا هبدأ اقفل الكلام ده مع بعضه، لازم اعلمه بارقام عشان ما اتلخبطش واقفل ديت مع دي ودي مع دي. لا، اروح حاطط هنا واحد يتقفل مع واحد، واروح حاطط هنا اتنين عشان يتقفل مع اتنين. النقط اللي انا بقولها خدها بعين الاعتبار لانها هتتلخبط فيها، واروح كاتب هنا هو التلاتة عشان تتقفل مع اختها تلاتة، واروح كاتب هنا اربعة عشان تتقفل مع اختها اربعة. مفيش توضيح بعد كده. ادي تفرغة البنس بالبنسة ايه؟ بنسة الصدر الرأسية وبنسة الظهر الرأسية اللي هي جاية من تحت. طب في بنسة ظهر ورا؟ هقول لك لا، هتروح شايله كده بقى خلاص، ده كده الظهر معايا اهو. وابدأ افرغ ايه؟ ابدأ افرغ بنسة الصدر الجانبية.
سنتي ونص هنا شمال وسنتي شمال وسنتي يمين اهو، فاروح جاي اهو على ما فيش مسروقه كده من او ما هي كده يعتبر منتصف الصدر اهو، يبقى منتصف الصدر على ما فيش، واروح ايه نزود بنسبه هوريها لحضراتكم قدام الكاميرا بالظبط بنسبه مسروقه سنتي. الخط المنقط ده كده بالظبط اللي قدام حضراتكم هو دوت تفريغ بنسة الصدر الايه الجانبية الافقية، تفريغ بنسة الصدر الرئيسية الجانبية الافقية اهو ماشي. ومن فوق كذلك النقطة اللي بدأت منها التفريغ هي النقطة اللي هبتدي منها برضو من فوق اهو، واروح جاي ايه نفرغ البنسة معاه كده. انا خلصت الكورساج خالص ماشي، البطانه واروح جايب التل، اروح جايب ايه التل وقاصص عليه بالظبط. انا هعمل التل كام طبقه؟ هعمل تل مثلا طبقتين او طبقه واحده زي ما حضراتكم ايه عايزين، التل عايزه طبقه واحده عايزه طبقتين زي ما حضراتكم ايه. بعد اذن حضراتكم احنا هنقف لغايه هنا على اساس ان الفيديو ما يطولش مننا ويبقى فيه تشعب في المساله نفسها، وهنكمل في الفيديو اللي جاي هنكمل على المكان اللي احنا وقفنا فيه بالظبط ان شاء الله، يعني هربط لكم ما بين الاثنين وبعض بس على اساس ايه ان كم المعلومات اللي انت بتبقى واخدها في فيديو واحد لو تراكمت على بعضيها هتبص تلاقي ان انا ايه مش قادر استوعب اي شيء. فنكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بيكون من حضراتكم على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك استفدتم منه ان شاء الله. الدال على الخير كفاعل، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. الاشتراك في القناه، الاشتراك في الصفحات، الاشتراك في القناه البديله، الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.